بحد ذاته ينقسم إلى أقسام. أولا الولاء العاطفي، المشاعر والحب، ولكن هناك ثمة أمر مهم أيضا وهو تطبيق العمل، الاستجابة لأقوالهم، السير على نهجهم. لماذا كان خطاب النبي صلى الله عليه وآله بلفظ الناس وخطاب السماء بلفظ المؤمنين؟ نداء الأموات للأحياء في هذا الشهر، لا سيما الأبوين عندما ينادون يقولون كنا ثيران حرثكم وحمالي متاعكم. لو جاء رجل أجنبي يقول لماذا تمنعون أنفسكم عن الطعام والشراب من السحر أو من الفجر إلى الليل؟ الغرض من هذا شنو؟ الله عز وجل أوصانا بالتراحم. اثنين، كما قلت أول الحديث، جعل لنا نظاما فكريا دقيقا رائعا لو سرنا عليه لرقصت بنا الأرض طربا ولمطرت علينا السماء ذهبا. الإيمان عملة ذات وجهين، من هنا إيمان العاطفة ومن هنا إيمان العقل. لا العقل بمفرده يكفي ولا العاطف بمفرده يكفي، لابد أن نمزج ما بين الأمرين. طريقا طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.